السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف قاموس عجبني جدا. جربت قاموس كتيرة بس ده فعلا أكتر واحد لقيته سهل جدا وفيه مزايا كتيرة جدا وخفيف جدا على الجهاز، اللي هو كيو ترانزليت. زي ما أنت شايف بسيط جدا، فري، مش محتاج لا كراك ولا حاجة خالص. كل لك أنت سطبه فهتظهر عندي الأيقونة اهيت، تمام. تقدر تدوس هنا وتخش تظبط القواميس اللي أنت عايزها، تشغل كيو ترانزليت. طيب أنا مش هشغله دلوقتي، مجرد بس ان انا اقف على الكلمه، يعني مثلا في كلمه هنا سهله مرتين هتظهر لك الجزء دوت، تدوس عليه يبدا بقى يجيب لك النتيجه من قواميس كتيره جدا، بابيون، جوجل ترانسليت، مايكروسوفت، وهكذا. فيبدا يجيب لك الترجمه من اكتر من قاموس. تقدر تزيد القائمه دي زي ما انت عايز وتقدر تسمعها صوت. Synthesis. فممتاز جدا في الترجمة، لأن هو بص بيجيب لك من أكتر من قاموس، وسهل جدا. مجرد تعمل سيلكت، لا تاخد كوبي وبيست وتروح هناك وتكون أنت ناسي حاجة قبل كده، يبدأ يجيب لك وتبدأ تشوف القواميس وتقدر تشوف الديكشنر هوت. تقدر تسمع صوت، supported. تقدر تنسخها للكليبورد، تقدر تعمل ريبليس سيلكت تكست، ياخد الكلمة اللي موجودة دي ويبدأ يشوفها. الميزة فيه إن هو مجاني وخفيف جدا على الجهاز.